في حاجه حابه افهمها من حضرتك عشان بتلخبطني. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. نعم. اللي بيلخبطني معاها ان النفس لاماره بالسوء. فهي اماره بالسوء ولا سويه؟ هو بتسال، سمعت السؤال طبعا كويس. هو في الحقيقه النفس الاماره او اللوامه او المطمئنه او الكامله الى اخره باعتبار، يعني ايه باعتبار؟ هي كلها حقيقه واحده، هي حقيقه الانسان. لما نقول النفس بكل درجاتها، او العقل او القلب او الروح او السر، ولكل سر سر، كلها حقيقه واحده، هي حقيقه الانسان. الانسان مش شويه يعني كم جالون سوائل وكم كيلو دهون وشحوم وكم كيلو منجنيز ولا كم جرام منجنيز وفسفات وحديد ما تسويش حاجه بسعر النهارده. مش ده الانسان، ده الانسان بعد اخر، حقيقه اخرى. سخر الله له الاكوان، ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبة من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أجلك أن تكون لغيره فسخر لك الأكوان، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فالإنسان حاجة تانية، حقيقته هي هذه الحقيقة، بس منسميها امتى نفس وامتى قلب وامتى نفس أمارة وامتى لوامة وامتى كذا وكذا باعتبار. يعني ايه؟ ان وقفت مع شهواتي لان ألهمها فجورها، يبقى دي الشهوات الأهواء. وقفت مع شهواتي، مع نزواتي، مع حظوظي العاجلة، يبقى سميت نفسا، ساعتها تبقى أمارة، لأن الهوى غلبني. نسأل الله العفو والعافية. أكتر شيء يضر الإنسان في طريقه الهوى. عشان كده إياكم حكاية المزاج دي، كل واحد له رغبة. إذا رأيت هوى متبعا ودنيا مؤسرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه مصيبة، من أشراط آخر الزمان، بقينا كل واحد ومزاجه. لو 100 مليون يبقى 100 مليون مزاج، مفيش حقائق. فإذا غلب الهوى بقت نفس، الشهوات بقت نفس، حظوظ النفس. طيب إن قيدت الهوى، إن قيدت النفس بعقال الشرع سميت عقلا. هذه العقل. النفس لها درجات طبعا، بس في أدوات. يعني الدرجات دي عشان أوصل للنفس اللوامة أو المطمئنة أو الكاملة أو الراضية أو المرضية أو غيره، في أدوات العقل يحكمها. يعني الشرع، العقل الشرعي، مش العقل المجرد. العقل المجرد ده عقل ديكارت، الفيلسوف ديكارت. العقلانية المجردة، مش العقل، العقل المجرد هو المغلق على عالم الشهادة، على عالم الحس، ما يؤديه إليه التفكير المجرد اللي مناطه عالم الحس فقط. لكن العقل الشرعي له طاقة مفتوحة على الغيب، تستمد من الغيب. أداة الغيب هنا إيه؟ القلب. القلب أداة أعلى، عشان كده لهم قلوب لا يفقهون بها، أم على قلوب أقفالها. محل الفقه الحقيقي إيه؟ القلب، اللي هو المنطق، اللي هو علم الكلام. البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أليس لهذا الكون من خالق؟ أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، أليس لهذا الكون من خالق؟ لكل صنعة صانع. يبقى عقله دله أن في خالق، يبقى ده علم الكلام، ده العقيدة، ده العقل. بس العقل ايه؟ بمفهوم القلب.
بس هو الأثر يدل على المسير، مين اللي كان ماشي؟ مش القلب اللي يقول ده، الروح بقى. أنت كأنك تراه بقى مقام الإحسان. هيقول لي مين اللي كان ماشي، وهقول لي مين الخالق. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هيقول لي مين هو، وبعد كده بقى إيه لكل إيه الروح دي لها سر، هي سر من أسرار الله تعالى، ولكل سر سر. عشان كده المعارف لا تتناهى. فآدي معنى النفس والأمارة واللوامة وما إلى ذلك. نسأل الله أن يعني يجعل لنا نفوسا مطمئنة كاملة راضية مرضية بإذنه تعالى.